الصوت الحلو صوت ورود جبران مكسور الخاطر. نسمع تفاصيل هالأغنية من ورود نفسها. مرحبا ورود. مرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله. نقول لك مبروك على الأغنية الحلوة. يبارك فيك. شكرا لك. شكرا شكرا شادي. تتعاملي مرة جديدة مع زوجك الفنان سامر بشارة بالألحان والكلمات من شاعر تونسي. مظبوط. شاعر تونسي فتحي الشريوي. كان في إلنا تواصل من سنين وما كان في مجال إنه نسجل الأغنية في السنوات السابقة. تأجلت كثير وكانت ضغوطات والحياة وكيف. كيف وصلتك كيف وصلتك الأغنية ورود وليش غنيتيها بالآخر؟ كلمات عجبوك أكيد. مظبوط. على الشارع عن طريق وسائل التواصل يعني ما كان في معرفة قبل. عرض علي عدة نصوص اللي هو كتبها. عدة النصوص اخترنا هالأغنية. حاولنا هيك نعمل أغنية جديدة بستايل جديد كلام جديد من ناحية لهجة تونسية. يمكن ما حدا هون قدم أغنية في لهجة تونسية عندنا هون في البلاد بقالب عصري. كمان عاملينها. نعم. توزيع نعم. كريم مطر. توزيع كريم مطر. مفهوم شادي. فأنا شوي اشتغلت على اللهجة التونسية. مين درسك يعني مين علمك إياها؟ هو الشاعر نفسه كان في إله تواصل مشترك دائما فكان يبعث لي كيف يلفظوا صح الحرف الكلمة فكان كتير هيك لإلي بالنسبة لإلي كان هيك تجربة كتير حلوة. صرت تعرفي تونسي يعني شوي. يعني بس بهالأغنية. يعني ما بتدبري حالك إذا رحتي على تونس تحكي تونسي. نحكي بلغتنا حشادي إحنا. أكيد. نرجع نتحدث شوي عن الكليب. شوف تصورتي هالكليب بس ما في أحداث بتصير بس مجرد صور صح ولا كيف؟ هو بتحكي عن قصة هيك خلينا نقول اجتماعية مجتمعية اللي في فراق وبعد حزن شوي حزن معين. ف الكليب صح أنا لحالي موجودة في الكليب ولكن في هيك بعض الأمور اللي بالكليب بتحسس المشاهد إنه في هون سفر في مثلا شنطة سفر في قصة بتحكي عن سفر عن هجرة عن البعد عن الأحباب يعني ممكن تترجم في عدة نواحي. صحيح. بلاحظ إنه تعاون مستمر بينك وبين كريم مطر من سنوات. حكي لنا شوي عن هذا التعاون اللي بلش بتخيل من زمان أيام العرفزيون بركب وبعدين عملتوا سبايز. مظبوط. حكي لنا شوي عن التعاون ليش بترتاحي تشتغلي مع كريم مطر بالتحديد. في تعاون حلو وتفاهم فني ومهني اللي النتيجة اللي انت شفتوها كان في قوة معينة في هذا التواصل بين احنا الثلاثة يعني سامر كزوجي وكمان صديقي سامر فن صديقي مقرب وكارم كمان كفنان وصديق مهني. رغم ظروف الكورونا نجحتوا في تقديم أمسية هذه ليلة مستمرين بتقديمها طبعا. احكي لنا شوي عن هذا التعاون مع رنا إدريس. فنانة رنا إدريس بترافقنا في العرض. أنا وياها قدمنا عدة عروض على مستوى كتير كتير حلو في البلد اللي كان له أصداء رائعة. حاليا رح نقدم العرض كمان مرة رح يكون في كرمئيل 12/3. شكرا لك ورد جبران. خلينا نكمل الأغنية الحلوة مكسور الخاطر. يعطيك العافية. شكرا. نهارك حلو. إلى اللقاء. مكسور الخاطر مجروح حساس رايح ومسافر ومسافر.